حبايبي سلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله فيديو جديد، رسم عين بطريقة مش هقول احترافية، انتوا بقى سموها زي ما تسموها. هنبتدي نعمل دايرة كده. استخدم انا قلم 05 منتصف الدايرة، بعمل خط قوس كده، ببدأ أعمل الخط ده كده، تمام. دي محاية معجون، الورق كانسون 150، لونه بني فاتح. ده الجفن، ده الجفن المتحرك، تحت هنا الجفن الثابت، هنا انا بطلع الخط ده عشان اعرف مكان الحاجب فين، عشان ما يتعملش الحاجب عشوائي بالطريقة دي كده. يعني ركزوا في الفيديو وبإذن الله كده هيبقى حاجة جميلة ان شاء الله. دي نهاية الحاجب بالطريقة دي كده. انا مسرع الفيديو لان الفيديو لو سبته لكم تقريبا واصل 45 دقيقة، 50 دقيقة، والناس بصراحة بتمل من الفيديوهات الطويلة. واحدة واحدة كده، انا يعني مسرع الفيديو بحيث ان ايه، يعني الخطوات الاولى كلها واضحة. ده القلم 05، واحنا دايما حبايبي بنشتغل بالقلم الرصاص، نخلي في اعتبارنا كده ونبقى عارفين ننزل بالدرجات واحدة واحدة. لو نزلته بالغامق مرة واحدة هتغمقه فين بعد كده؟ خلاص الورقة اكتملت ومش هينفع. فالدرجات بتاع الرصاص لازم تيجي واحدة واحدة زي ما انا شغال كده. ببدأ اغمق شوية شوية. شوية شوية. ده قلم تقريبا 2B، اغمق شوية. الاولاني كان 05، قلم سنون عادي. كل ما امشي بالقلم الرصاص وانا بتحكم في القلم الرصاص بايدي، يعني اتقل ايدي عليه، اخفف ايدي في بعض المناطق، زي ما انتوا شايفين. تمام. شوية 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 شوية. طبعا رسم العين عايز خبرة وعايز تركيز جامد، علشان تطلع العين مظبوطة بالمرة لازم تشتغل زي ما انا بشتغل كده. أو في البداية خالص انا بشتغل بقلم اسنان، شوفوا الدرجة بتاع القلم السنان عامل ازاي، تكاد تكون يعني شايفينها بالعافية. بسيط بسيط. تمام.
هنسيب الإضاءة اللي في النص دي، بحيث دي منطقة وسط العين، جنب العين قصدي. هبدأ غيرت القلم، هبدأ أغمق في الحتة دي شوية، هبدأ أغمق برضو كمان هنا. ايديكو يا جماعة خفيفة جدا على الورقة، ايديكو خفيفة جدا على الورق. اهو ده قلم 2B زي ما انتوا شايفين كده، من شركة ديروينت. شوف انا هنا عامل بقى العروق بتاع العين خفيفة جدا، اه كده تمام. ده الجفن المتحرك فوق، واحدة واحدة بإذن الله الرسمة هتطلع ممتازة. في ناس بيسألوني كتير نبتدي من منين، يعني نرسم طبيعة صامتة ولا نرسم بورتريهات ولا نرسم ايه؟ والله اللي بادي في الرسم يرسم، يجيب رزمة ورق اي فور ويبدأ يرسم عليها ويتدرب ويخلص الرزمة دي ويرسم كل حاجة متاحة قدامه. اي حاجة متاحة قدامكم ارسموها، طبيعة صامتة، بورتريهات، كوباية شاي، نضارة، ليمونة، طفاية، فنجان، اي حاجة قدامكم ارسموها. اعرفوا النسب عاملة ازاي، يعني اما اعرف النسب بتاع الحاجة اللي انا برسمها، ده في حد ذاته حاجة جميلة. شوفوا هنا بقى في الحتة دي انا هبدأ امسك القلم عبارة عن دواير، اه بس انا مسرع القلم، دواير 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 صغيرة، يعني دواير مش خطوط، دواير. آه انا مكبر لكم الشكل كده بحيث ان تبقوا فاهمين ان انا بعمل ايه بالظبط. دواير صغيرة، لو ركزوا تلاقي دواير. اه بقلم الأسنان بعمل دواير خفيفة من غامق لأخف كده. تمام. أبدأ أمسح بقى الدايرة دي. كان ممكن أعمل الدايرة بالقلم الرصاص عادي وهتطلع معايا دايرة مظبوطة 1000000%. اه نبدأ في الجد بقى. لازم يا جماعة ما نستعجلش على الرسمة، اللي يستعجل ما يلومش إلا نفسه، استعجال وحش جدا وانتوا بترسموا. خدوا وقتكم واعملوا نسكافيه، اعملوا قهوة، شاي، خدوا وقتكم ومزاجكم يكون كويس. ابدأوا جيبوا صور وارسموا زيها، شوفوا فيديوهات، اتعلموا. اه دي بقى خطوط، دي خطوط اهو باينه خالص. انا كل شويه عمال اوضح لكم الرسمه اكتر واقرب لكم الفيديو بحيث تبقوا شايفين ايه بالظبط اللي بيحصل. اهو قلم الاسنان غامق وفاتح، ودرجات فوق بعضها، درجات فوق بعضيها. شوفوا شوفوا. جميل جميل تمام تمام اه. حتى لو غلطتوا بالقلم الاسنان 05 بمحاية المعجون بتمسحه بيروح الرصاص كله، ميبقاش فيه خطوط باينة خالص. انا كده دواير اهيت اهو. نبدأ نغمق في بعض المناطق بحيث الإضاءة بتاعتنا تظهر،
يعني اي اضاءة لازم جنبها ظل بتاعها، والا هيبقى الشغل بتاعنا كله مسطح وتعبان. شوفوا دواير اهي، دواير صغيرة جدا. نعم خطوط خفيفة خفيفة، وبعدين أبدأ أتقل في المناطق اللي أنا عايزها. طبعا يعني ملاحظ إن تسريع الفيديو الكل فاهم إيه اللي بيحصل. ما تنسوش بقى يا جماعة شير ولايك وسبسكرايب، وأي أسئلة تحت في الديسكريبشن اكتبوها، هتلاقوني رادد عليكم على طول. واللي يرسم نفس الرسمة دي يبعتها لي على الفيس ولا الانستجرام تحت في الديسكريبشن. الفيديو ده تقريبا 24 دقيقة أو 25 دقيقة، فيعتبر نص الفيديو. يعني الفيديو الأصلي 50 دقيقة. الرسم باحتراف غير الرسم العادي، يعني الفيديوهات السابقة كان تعليم للأطفال مش احترافي. هنبدأ. شوفوا بقى التركية دي، اللي شوفوا الله، شوفوا الرموش طالعة منين يا جماعة، يا نهار أبيض، إيه ده؟ شوفوا السبعة دي الطويلة دي، أيوة، الله 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 الله، يا جمال ويا جمال، جميل. شوفوا الدقة، هي دي. هي ده قلم بقى 9 بي زي ما انتوا شايفين. انا مبطئ خالص الحتة دي. هبدأ. شوفوا الله، جميل. شوفوا يعني الرموش طالعة منين بالظبط وعاملة ازاي. ايوه لازم يكون القلم مبري كويس جدا يا جماعة عشان يطلع معانا واغمق درجة عندكم بتاع الرموش ده 9 بي، شركة ديروند. ايوه تمام. شوفوا ايوه، شوف هي دي الرموش يا حبايب، هي دي. شوفوا جميل جدا، جميل. هنا بقى الرموش تحت هتيجي منين؟ في شوية لعبكة هيحصلوا هنا اهم. شوفوا جميل جدا، جميل. الله الله، بدأ شغلنا يظهر واحدة 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 واحدة، منستعجلش. هغمق هنا عشان هنزل بفاتح دلوقتي. الحاجب، شوفوا بقى اللي هقسم الحاجب ازاي، لان الحاجب جاي بشكل كده بروفيل كده من الجنب. فالحاجب شوفوا الخطوط،
خفيف الأول، بعدين أبدأ أغمق بقلم تاني. هنا بقى أعمل العكس، يعني زي 8 مقلوبة كده، شوفوا. نعم، ده قلم دمج اللي هو بيدمج الرصاص على خفيف كده. كان ممكن استعمل كلينكس او عصا الاذن، لكن القلم ده متاح قدامي اهوت. ابدا اغمق برضو على شوفوا الخطوط طالعه فين. تمام، ايوه كده، اوكي، ايوه، الله ينور عليك يا عم السيد، ايوه كده، تمام. مقلم غامق 9 بي اهوت. تمام، قلم الزيرو فايف، وابدأ اعمل ظل كده تحت الحاجب بسيط. المحايا المعجون دي خطيرة في الشغل يا جماعة. مش بحاول اقرب لكم برضو بحيث انكم تفهموا ايه اللي بيحصل. قلم الدمج، وابدا ادمج بقى الرصاص اللي في العين ده. ايوه كده تمام. واللي هنا اهو، شفتوا الاضاءه اللي تحت القلم ديت جميله، دي معموله بالمحايه المعجون اهو. ابدا ايوه اوكي تمام، 100 100 100 100، ايوه كده اوكي. طبعا بخفف في اماكن وبتقل في اماكن تانية. اهو شوفوا، ادي المحايه، ميزه المحايه المعجون بتدخل في ادق التفاصيل اهو.
زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وقلم الدمج وابدأ ادمج اللي انا عملته ده. المنطقة دي كمان. تقريبا شبه خلصنا، فاضل حاجات بسيطة، فاضل 4 دقايق تقريبا اهوت. دي مجرد خطوط بقى، بحيث ان هي تبان بقى تفاصيل اللي شوفوا بقى انا هعمل ايه. شوفوا يعني بفتح بعض المسام بتاع البشرة بحيث ان ايه تظهر اكنها فعلا بحط بعض مناطق بيضة كده. أبدأ أفتح في العين هنا. تمام، ممتاز. أبدأ أعمل أوضح العين أكتر بحيث تبان طبيعية أكتر. كده العروق اللي في العين تديني طبيعية أكتر. تمام. بعد نقاط إضاءة بإظهار المسام أبدأ أغمق تاني تحت كل منطقة بيضة كده، وبعدين بقلم الدمج وأدمجهم تاني، أو باستخدام الفري هاند. كده بدأت العين توضح. شير يا جماعة لكل اصحابكم، لايك وشير وسبسكرايب اللي لسه مشرفنا، يشترك في القناة يا حبايبي، هيتعلموا حاجات كتير كتير جدا. شكرا ليكم يا حبايبي، وانتظروني في فيديوهات افضل وافضل ان شاء الله. وحياة أبوكم، اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك، ما تزعلونيش بقى أكتر ما أنا زعلان حقيقي والله. يعني مش عارف أقول لكم، الواحد بيتعب جدا على ما يخرج الفيديوهات دي. شفتوا بقى الإضاءة بتعمل إيه؟ ده قلم جل رقم 10، ده خطير. شوفوا أو بدأنا اهو نخلص. شكرا لكم يا حبايبي، واتمنى لكم كل خير يا رب. معاكم الرسام سيد نصر، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.